صافي نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل الإعلانات على تطبيقكم تيمو. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيق تيمو، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإيقاف الإجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين مؤقت، من ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق تيمو. سيظهر على هذا الشكل، عندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم تيمو. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك.